بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نتكلموا دابا في درس القوى او لي بويسونس. لي بويسونس لي بويسونس القوى لي بويسونس القوى القوى لي بويسونس. لي بويسونس هما ضرب عدد في نفسه. مثلا هما هاد الناس ديال الرياضيات داروا مثلا واحد العدد، مثلا اختاروا شي عدد كما كان، مثلا 71 مضروبه في 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 71 وهذا. بغاو يسهلوا هاد الكتابه هادي، ما نبقاوش نكتبوا 71 في 71 في 71 في 71 في 71. بغاو يسهلوها. شنو داروا؟ داروا هادي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، داروا 71 أس خمسة صافي. بغاو يسهلوا هاد الكتابة بلا ما نبقاو نكتبوا 71 في 71 في 71 في 71 في 71 في 71 في 71. كنسهلوها وكنكتبوا 71 أس خمسة، يعني هاد 71 مضروبة في نفسها خمسة المرات. 71 في 71 في 71 في 71 في 71. ما تغلطش وتكتب 71 في 5، لا، 71 في نفسها، 71 في 71 في 71 في 71 في 5 في 5 في 6 في 6 في 6 10 في 10. مثلا عندنا 10 وبغينا نكتبوا 10 في 10 في 10 في 10 في 10 10 مرات، كنكتبوا 10 أس 10 صافي. وهذا 10 نضربوها في نفسها 10 مرات غتعطينا 10 صفرات، غنكتبوا 10 ومعها 10 صفرات. كنكتبوا بحال هكا.